في البداية زي ما كنا بنتكلم يا فندم، انه زمان كنا بنسمع انه دايما النصايح مشاكلكم في بيتكم، مشاكلكم بينكم، بلاش المشاكل تطلع لحد. دلوقتي ما بقتش بس بتطلع لحد، هي في ناس بقت في جروبس على مواقع التواصل الاجتماعي معنية اصلا بالمشاكل دي، فبيبقى في حد شخص بيبعت لجروب اللي هو في ادمن او في حد مسؤول ان هو يتلقى هذه الرسائل، اللي هو شخص بالمناسبة بيبقى عارف مين بعت الرسائل دي، وبعد كده بتتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنلاقي بقى ردود افعال كتير جدا متباينه ومختلفه، وساعات بتبقى قاسيه وصعبه، وبعد كده المشاكل بتزيد وبتكبر، وللاسف بتزيد معاها ظاهره الطلاق. لو هنتكلم في النقطه دي تحديدا يا فندم، شايف فكره انه نشر الخلافات بشكل عام وخروج الخلافات بره باب البيت، شايف مساوئها ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله واصحابه من والاه وبعد. بلا شك ان من اهم الحقوق والواجبات المشتركه للزوجين على بعض هي فكره حفظ الاسرار اللي بينهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا معنى يعني ايه امانه ويعني ايه سر بعيدا عن الزواج بشكل عام، يعني فيقول ايه؟ اذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي امانه. يعني انا قلت كلام وانا وحضرتك بس موجودين وسبتك، دي أمانة أنت تحملتها من غير ما أقول لك ده سر ودي أمانة، من غير ما أتكلم من غير أي حاجة. هذا في أمر عام، ما بالك بشأن الرجل مع امرأته اللي الأصل في الحياة الزوجية إن حياتهم دي بينهم، وإن هي اسمها الحياة الخاصة، يعني مش أي حد معدي ممكن يعرف أي حاجة، وإحنا مش أي حاجة برضو نقولها عن حياتنا الشخصية. إحنا بنقول إن علاقاتنا دوائر، في دوائر قريبة وفي دوائر بعيدة، كل مستوى من الدوائر ده ممكن يعرف حاجة مستوى تاني ما يعرفهاش. الدوائر القريبة في الحياة الخاصة بين الزوجين المفروض ما يعرفوش عنها أي حاجة. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن شر الناس منزلة عند الله، دي رواية. وفي رواية تانية قال إن أعظم الأمانة عند الله. إيه بقى؟ الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الأزواج والزوجات بالحال اللي هم بيبقوا فيه مع بعض، اللي ما تلقش بيه ان حد فيهم بعد ما يبقى بينهم الخصوصيه الكبيره قوي دي والقرب الكبير قوي ده، حد بعد كده يطلع يتكلم بشكل سيء عن شريك حياته او عن حياته الزوجيه، او يطرح اسئله زي ما حضرتك بتتكلمي دلوقتي وسط ناس مش متخصصه، بالاضافه الى ان ممكن حد يقول لي حاجه تفسد الحياه طبعا. الزوجيه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا نسال، قال لنا نسال اي حد؟ لا طبعا، لا، قال فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا هم مش بس العلماء، هم كمان أهل التخصص في كل مجال. أنا مش قادر أتجاوز مشكلة بنفسي، ممكن أخلي حد يساعدني إني أتجاوز المشكلة دي، بس يبقى هو حد أهل لده، يبقى حد متخصص.